المراية دي مالها في ايه؟ طب عايز اشوف شكلي. ايه ده؟ اعوذ بالله. كده بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ في ايه يا اما؟ يا لهوي مرتضى؟ يا ابني اللي انت عامله في نفسك ده؟ وايه البتاع اللي انت حاططها على دماغك دي؟ دي لوكايه. يعني ايه؟ لوكايه يعني نيو لوك، عشان ابقى شبه العيال الطرقوه، عشان لهفه تفهم ان مفيش فرق بين المصريين والطرقوه. انا رايي انك تروح لخبير تجميل يشيل لك دماغك دي خالص ويركب لك واحده عدله. انت ليه بتحبطيني دايما يا ماما؟ ده انت مخك لحس خالص. سلمى ماني مغبول انا. صار لي 3 ايام الشرطه تقوس علي. وايه تقوس دي؟ تقوس علي تقوس ايه؟ واضحه يعني تضرب نار ايه؟ ما فهمتيش الكلمه. تشوفي حركه الايد ده تركي تركي. انت ما بتشوفيش مسلسلات تركي ولا ايه؟ لا لا انت خلاص انت اتجننت. عليها العوض ومنه العوض فيك يا مرتضى. بقول لك ايه؟ لا. من هنا ورايح ما اسميش مرتضى. امال اسمك ايه؟ مرتضى اغلو حبيبتي. كيفك ماما؟ ايوه يا مرتديلا، كنت لسه حالا هرن على النمبر بتاعك. ايوه كده. قولي بقى اللي في قلبك. بس بقى هي هتعدي عليا امتى عشان نروح القناه؟ قناه؟ طيب ماشي. طب انا الاول هروح السينما اجيب حاجه وبعد كده اجي لك على طول. وبقولك ايه؟ بقولك انا اعمل لك مفاجاه حلوه قوي. خلاص اوكي، ما تتاخرش عليا، انجز وحصلني على القناه. باي 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 باي. مع السلامه مع السلامه مع السلامه. باي باي حبيبتي. حاجة ناقصة. ادعولي بقى، لأن أنا هنزل رايح شغلي الجديد. أنا عندي إحساس إن أنا هبقى إعلامية جامدة جدا. ربنا معاك يا بنتي ويوفقك بإذن الله. ميرسي يا بابا. باي باي حبيبي. الله يخرب بيتك يا مرتضى، على طول معطلني كده معطلني. لك شو هالقمر على بكرة الصبح؟ مش عيب يا أستاذ تبقى ضيف سوري في بلدنا وتعكسني أنا بنت مصرية زي أختك. ماني سوري انا حبيبتي، هاي تركي. حضرتك بتتكلم سوري؟ لا هاي تركي. ما بتحب الاتراك؟ ما بتروش بقى. الاتراك احباب الله. سلام عليكم. استني استني، انا مرتضى. مرتديلا؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ انا اول مره اعرف انك بيج فان لاستاذ ماجد المصري. والله انا ما كانش قصدي، انا كان قصدي كريم التركي بس ضرب معايا في ماجد المصري. بس ايه رايك؟ ايه اللي اخرك بقى كل ده عشان اعمل اللوك ده؟ طب اتفضل بقى، لان انت عطلتني وانا فنانه معروفه بالالتزام. انا اسف انا اسف. صباح الخير يا عمو. حبيب قلبي، النهارده اول يوم لينا في القناه، عايزك تكسري الدنيا. باذن الله يا فندم، انا هرفع راس حضرتك وهشرفك جدا جدا، هتبقى فخور بيا. انا متاكد مفيش شك. على فكره دي اول مره ليا اللي انا اطلع على الهوا، بس حضرتك هتنبهر بسرعه البديهه اللي عندي، هتصرف كده في أي موقف مفاجئ يحصل على الهواء. بس أهم حاجة المتفرج ما يحسش إن الاتصالات إيه متفبركة، لازم يحس إنها حقيقية. طبعًا يا فندم، دي لعبتي، أنا ممثلة في الأساس، وإن شاء الله النهاردة هتبقى من أعلى الفيورز عند حضرتك في القناة، يمكن دي تبقى أعلى فيور من ساعة ما فتحت. هو مش فاهم يعني إيه فيورز دي، بس يعني أمرايا؟ معلش أنا بتكلم لغات. فيور يعني نسبة مشاهدة، هتبقى أعلى نسبة مشاهدة إن شاء الله. أوكي. انا هستأذن بقى وهروح دلوقتي على الهوا، ومن فضلك حضرتك تابع الحلقة، لان انا اول ما اخلص الهوا هيجي على طول على هنا اسمع رأي حضرتك. ميرسي. شو بتكلم لغات زيك اهو. يلا بالتوفيق حبيبي. شكرا يا فندم. البنت دي شكلها موهوبة، هتكسر الدنيا. انا عارفة ان النهاردة اول يوم ليا معاكم في البرنامج، ان شاء الله تبقوا وش الخير عليا وابقى وش الخير عليكم، ونكسب مع بعض هدايا وجوائز كتير قوي قوي قوي. انا عايزاكم تكلمونا، جوائزنا كتيرة وكبيرة جدا، 10,000 دولار، 20,000 دولار، 30,000 دولار، و50 دولار. ال 50 دولار دي على فكرة ما تستهينش بيها، ممكن تنفعك، ممكن تشتري بيها حاجة صغننة قد كده، تديها هدية لحد مثلا بتحبه او حاجة. النهاردة معانا جوائز كتير جدا جدا وهدايا زي ما انتم شايفين، يا ريت مخرجنا يجيب الجوائز عشان نغري جمهورنا ويكلمونا. يلا يا جماعه كلمونا من كل مكان، كلمونا من كل حته، احنا مستنيينكم. انا منتظراكم، انا لهفه منتظراكم النهارده تكلموني عشان اكسبكم. معانا تليفون مخرجنا؟
لسه ما معناش حد. يلا يا جماعة ما تحرجونيش، أنا قلت هبقى وش الخير عليكم وهتبقى وش الخير عليا، أنا مستنياكم تكلموني. وزي ما تامر حسني بيقول هلبة هلبة برشا برشا كتير كتير وايد قوي قوي، انا مستنيه جمهورنا من كل الوطن العربي يكلمنا عشان يربح معانا. معانا تليفون. الو الو. ايوه معاكي مهند. اهلا وسهلا يا مهند، بتشارك معانا منين يا مهند؟ من اسطنبول. ضرب نار لاسطنبول. اكتبوا لي بحبك يا مهند على الشاشه. بنطلب من مخرجنا يكتب بحبك يا مهند، اهو مكتوبه اهي. شايف يا مهند؟ ايه والله شفتها شفتها، انا كمان كاتب لكم بحبكم يا تريكس. احنا كمان بنحبك قوي يا مهند. هي عرفت مين النجم الجميل اللي معانا في الصوره النهارده؟ ايوه النجم الاستاذ محمود الجندي. لا يا مهند ركز كويس يا مهند، شوف الصوره. هي مين؟ أيوة معانا؟ أيوة. الاستاذه ناديه الجندي. غلط يا مهند، للاسف الاجابه خاطئه. تعالى تعالى يا حبيبي، تعالى على انت متاكده انه نام؟ ايوه تعالى يا حبيبي على نفسك. حبيبك وكمان جايباه لغايه هنا؟ لا يا عمي ارجوك ما تفهمنيش غلط، انا جاي اطلب ايد الانسه سندي على سنه الله ورسوله والصداق المسمى بيننا. واللي جاي يتقدم ده جاي ايد ورا كده وايد قدام؟ مين اللي قال؟ امال ايه اللي انا جايبه ده؟ 3 كيلو بوري مزارع ب 12 جنيه كيلو وفطيره مشلتته بالعسل الابيض. امال فين بابي ومامي؟ بابي ومامي تعيش امتى؟ طب عمو يا بابا خلاص بقى يا بابا، هو اصلا ملهوش حد، هو مقطوع من شجر، ملهوش حد غيري انا. ايوه يا بنتي بس كرشو كرشو. شفت شفت كسفت لنا ازاي؟ عشان عمال اقول لك نزل في كرشك ده واشفط واعمل اي حاجه في نفسك وانت ما بتسمعش الكلام. سندي 100 مره قلت لك انا مش كل سنه هغير اللوك بتاعي، وبعدين انا رياضي قديم رفع اثقال، لازم اما يبطلوا رياضه كرشهم يطلع. خلاص خلاص مش مهم مش مهم مش مهم، احنا نقرا الفاتحه على طول. لا يا عمي لا يا عمي من فضلك ارجوك، انا دخلت بيت كبير، وبعدين الانسه ساندي انا هعملها زي معامله اختي بالظبط، واللي ما رضاهوش لاختي ما رضاهوش لساندي، لازم اشوف حد في عيلتي كبير شخصيه اعتباريه يجي يطلب ايدها. ايه ده؟ انت شكله عايز يخلع يا بنت. ما هو من رغيك يا بابا، ما انت لو تنجز وتلخص من اول ما دخل وتبطل تفلي فيه كان زماننا خلصنا. يا بنت خد 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 هنا. راح فين؟ راح فين؟ الموبايل نسيته في العربيه، هنزل اجيبه. هو معاه عربيه؟ معاهوش عربيه، ده بيخلع منك، ده جاي في توك توك. عاجبك كده؟ توك توك ايه يا بنت؟ وجابه يعمل ايه هنا طالما جاي في توك توك؟ اعمل ايه يا بابا؟ اي حاجه اللي لقيته في طريقه وانا لاقيه. هي معانا تليفون تاني؟ لا لسه معلش تليفون تاني. يلا يا جماعه ايه ده، انا كنت متوقعه تليفونات اكتر من كده بكتير. يلا يا جماعه معانا جوايز كتير، ما عندكوش احلام ما عندكوش طموحات، مش نفسك تجيب شقه، مش نفسك تجيب عربيه، مش نفسك تجيب فيلا، تجيب قصر كبير، انا هخليك تحقق حلمك معايا لما تكلمني واسمك يتسجل معانا على الكمبيوتر ومخرجنا يكلمك. معانا اتصال كمان، نقول الو. الو ايوه مين معانا؟ معاكي مهند. اهلا وسهلا يا مهند، بتشارك معانا منين يا مهند؟ من انقره. من انقره، ضرب نار لانقره. واحنا بنضرب نار عليكم انتوا كمان والله. شكرا متشكرين قوي يا مهند. عرفت يا ترى مين النجم الجميل اللي معانا في الصوره النهارده؟ الفنانه بدريه طلبه. لا يا مهند هدي لك فرصه ثانيه. هي 10000 دولار يا مهند. ايه سؤال صعب والله. مين نجم جميل عمل افلام كتير جدا جدا جدا؟ الفنان اسماعيل ياسين. غلط يا مهند، للاسف انا زعلانه انك خسرت معانا يا مهند، بس ان شاء الله المكالمه الجايه تربح معانا. بنشكر مهند وبنحيي اهل انقره ونضرب ضربه نار تاني لانقره. مخرجنا الجميل معانا اتصال تاني. مش معقول. مش لك ده مش جديد يا حبيبي، كل ثانيه تفوت عليا بدو دنيتي. يلا بقى يا بعد عمري كلمنا بقى، كلمونا من كل الدول العربية يا جماعة، احنا مستنيينكم، احنا عايزين نكسبكم، احنا عايزين مصلحتكم. لو قاعد حيران، لو قاعد زهقان، لو قاعد سهران، لو قاعد قرفان، كلمنا احنا هنحقق لك كل احلامك. معانا تليفون تاني؟ الو. ايوه الو. ايوه مين معانا؟ معاكي مهند، انت نسيتوني ولا ايه؟ اهلا وسهلا يا مهند، يا ترى عرفت الاجابة ولا هتعمل اجابة خاطئة برضه يا مهند؟ لا والله ما عرفت الاجابة، بس كنت حابب اعرف انت ايش قال لك المخرج خلاك تضحكي هكذا؟ خلاص مش هنبقى يا مهند، دي اسرار عمل. هي يا مهند عرفت مين النجم الجميل معانا في الصوره النهارده؟ لا ما بعرف الاجابه. طيب خلاص معلش يا مهند، ان شاء الله المره الجايه تعرف وتجاوب معانا اجابه صحيحه ونديلك جايزه كبيره زي دي بالظبط.
شكرا يا مهند. هاي يا جماعه هنفضل قاعدين كده كتير ولا ايه؟ هنفضل قاعدين مستنيين مكالمتنا؟ يلا بقى يا جماعه احنا عايزينكم تكسبوا. انا شخصيا لحظه عايزاكم تكسبوا، عايزاكم تاخدوا كل الجوائز. عايز امشي من الاستوديو النهارده ما اشوفش ولا جايزه، اشوف كل اللي معانا كسبانين وربحانين. الناس اللي ورا الكاميرا معانا النهارده قاعدين بيشاوروا لي يعملوا لي كده عشان عايزينكم تتكلموا. يلا يا جماعه بقى انا مستنيه اسمع صوتكم، مستنيه اسمع تليفوناتكم. ها فين سوريا؟ فين لبنان؟ فين السعوديه؟ فين الكويت؟ فين دبي؟ ايه يا جماعه؟ يلا يا جماعه انا قاعده مستنياكم من هنا. فين شرم الشيخ؟ فين الغردقه؟ فين طنطا؟ فين المنصوره؟ فين الزقازيق؟ يلا يا جماعه بقى.